al جولدن ميل، اتنين عيش، 9 قطع ستريبس، بطاطس وسط، صوص باربيكيو، وصوص رانش. ده شكل قطعة وحجم الاستربسية. ايه يا ولاد، ده قرمشة ايه؟ تدبير من جوه مع مظبوطة، في فراخ فيها لحمة مش رفيعة وبتشد واستك. ايه ده؟ لا بريجو معلم. العيش بتاعهم عيش مع قطع ستريبس مع صوص رانش. برانيس عيش مع قطع ستريبس مع باربيكيو. لا ما رانش احلى. ده يعني عدى مرحلة الحلو وقرب يدخل على الواو. تعليق الوحيد ان اللحمة بتاعت الفراخ قطعتها تكبر شوية، بس مع انها قطعتها صغيرة بس مش بتشد، وحاسس بطعم الفراخ وحاسس بطعم التتبيلة، بس لو تكبر تبقى واو. حتى لو تقلل عدد القطع، متخليهمش 9، خليهم 5 بس كبر القطع. لو كانت كبرت كانت تبقى واو، هي بين حلو وبين الواو.